واش يا اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع يتضرر قلبي بزاف بزاف، ماشي غير انا، بزاف تاع الناس. كتحشم تقول انا مغربي قدام بزاف ديال الناس، كتحشم تقول انا مغربي قدام الناس اللي عايشين في دول اخرى، مثلا دول احسن منا حنايا، ماشي في شي حاجه اخرى احسن منا، في النقاء احسن منا، في واحد الحاجه مثلا صعوبات علينا الدوله كنتهلاو فيها، بحال مثلا هادشي اللي غادي نهضر عليكم عليه اليوم، غادي نوريه لكم. راه حق الله العادي لا حشومه وعيب، عايشين حنا مع حيوانات ماشي عايشين مع بنادم. خطيل معايا انت، خطيل معايا بنادم تغوت، الدوله ما دارش لينا، الدوله ما فعلتش لينا، الدوله ما درتش لينا. خطيل معايا هادشي هذا، هاد الفضاء ديال الالعاب الدراري الصغار ديال الرياضه اللي نصابهم الدوله هنا في مراكش، كيبغيو الابواب حدا باب الجلد وحدا باب الدباغ وداك الشيء، اش داروا ليك؟ غادي تمشي تهرسهم، علاش؟ علاش اش داروا ليك؟ ما تنفهم انا شنو هو المشكل اللي عندك مع هادو اللي جيتي هرستيهم وخسرتيهم، وجيتي قلعتي هاد الحديد هذا من هنا من بلاصتو وديتيه حطيتيه في بلاصه اخرى ولا رميتيه ولا بعتيه. حشومه هاد الشيء. خاصك تكون، شوف، انسان، خاصك يكون انسان في عقله، خاصك يكون ماشي يكون حيوان. الحيوان هو اللي تيدير هاد الشيء، الحيوانات كاع حاشا واش يديروا بحال هاد الفعيل هادي، بحال هاد الشيء. فضاء ديال الرياضه مقاده الدولة للدراري الصغار والدراري اللي بيجوا يلعبوا الرياضه وينشطوا شويه وداك الشيء، ها هو جاو معاه الرسول. ولكن فاش يديروا شي حاجه، الصراحه انا متفق مع هاد البلان هذا 100%، فاش دار شي حاجه تكون بالفلوس، علاش؟ باش غير الناس النقيه هي اللي غادي تجي تلعب. فاش يجيو واحد مهيمز، واحد حيوان دماغه يعني ما باغيش، هو اصلا ما عنده، ما باغيش يخلص، باغي غير يدخل يهرس، هذاك معنا ما نديرو به، ما خصوش يدخل لهنا كاع. انت فضاء بحال هذا زوين، ماشي غير هذا، راه كاينين بزاف، انا مازال نوريهم لكم بزاف ديال الفضاءات كاينين هنايا. تيجي وحدين شماكيله تيجي تهرسوهم، علاش تهرسوهم؟ شنو داروا ليك؟ شنو داروا ليك؟ انتم شوفوا بحال المهم هنايا، كاع هذوك الناس اللي كانوا هنا قطعوهم داو باعوهم، شي حديد اللي يحيدوه هرسوه داو باعوه. ما فهمتش انا بنادم واحد الدرجه حيوان، ما تفهمش كاع. شوف نقدر لك واحد الحاجه واعره، واحد الحاجه زوينه، ما كايناش في بزاف ديال الدول، بزاف ديال الدول ما فهمتش هذا الشيء. هاد الفضاء زوين، فين بنادم يلعب، فين بنادم يضيع شويه الوقت، يعني ما يمشيش يتبع ديك البليه وداك التخربيق، يجي لهنايا يتبع يتريني واحد شويه، يضحك يتشط مع ولادو ولا مع خوتو، ولا ما يجيش يدي يهرس. ثم تجي شي حاجه تطلع هرسها، هرس، ما تعرفوش يهرس، تعرفوش شي حاجه اخرى سميتها صلح. انا بزاف ديال الفيديوهات تنشوفهم في فيسبوك ولا في يوتيوب، تلقاو شي واحد تيكون تيصور من شي بلاصه الفوق، تيبان لك شي واحد غادي مع بما عليه، تلقى شي حاجه تاع الدجاج، شي حاجه تيهرسها، هذاك الشيء تيكون تاع البلديه. زعما علاش هرستيه انت؟ زعما شنو هذا؟ هذا هو التعاون اللي بيتعاون انت مع الدوله ديالك. وحق الله العظيم، لا حنا عايشين عندنا واحد المجتمع نص كثير كله غير حيوان، بحال هادي هي تاهي مهرسه ما كايناش كاع، علاش يحيدوها؟ علاش؟ ما عرفت انا، خويا باش تفهم لي انا كاع، الانسان ثلاث درجه حيوان. شوف هاد الرمله كلها كتكون هنايا، كتكون يعني تدخل داخل في هاد الدائرات هادو، وما تبديش تفوش 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 تفوش، كيردو هاد الشيء هذا هو. ما تبيش شي واحد شويه يجمع، ما كاينش واحد شويه يجمع هاد الشيء هذا، ينقي واحد البلاصه زعما جا لعب وكذا، ينقي بلاصتو يردها كيف ما كانت. هادي ما عندناش حنا في المغرب نهائيا، عندنا غير وسخ ولا هرس وزيد في حالات صافي، ما كاينش شي حاجه تاع المعاونه، التعاون، نقي بلاصتك، ينقي بلاصتك مثلا اللي لعبتي فيها ولا اللي كنتي فيها، والو. ولا مشيتي شي بلاصه سياحيه مثلا، شي حاجه في الطبيعه، بحال مثلا المغرب عندنا حنايا مراكش، عندنا وريكا، عندنا اسني، عندنا اوكيندن، لا مشيتي ليهم عرفتي كي تلقاهم بالزبل في شي بلايص، شي بلاصه كتنقيهم بلديه، شي بلاصه تيمشيو لهم الناس تياكلو فيهم، تيرموا الزبل تما عليهم، معولين يحيدوا هذاك الزبل، شكون اللي بيحيدوا لهم؟ تيحيدوا لكم الدوله. حق الله العظيم، زعما انسان حق الله مريض مريض. عاود ثاني واحد اللعيبه اخرى شتا لهم، ما يمكنش. مازال غادي نشوف لقيت شي وحدين اخرين نوريهم لكم، بحال الطيطيشة اللي هنايا شو ما محيدين، ما عرفتش علاش محيدين لا ديك الجولة، حق الله تيبقى فيا الحال، ولكن ما عنديش شي زيت، ما عنديش شي حاجة اللي نديرها. هما بحال هاد البلايص دار فيهم كاميرا، اللي يهرش شي حاجة يتخلصها ويخلصها بالضبط على هداك الشي اللي دار.
نساو الاخوان، انا باقي غادي في الطريق دابا قرب الباب في نفس الشارع يعني تكدور على الصور ديال مراكش. اوكي هادشي تيبان لكم هنا كلشي باقي مزيان، داير لي ما طال اوكي هادشي تشوفوه مزيان هكا. اوكي هذا كله قصر فابور مجاني، ولكن الحمد لله باقي محلوش، باش باقي محلوش على هادشي ديال كورونا، حنشي اصلا يلا تسالى في كورونا. اوكي اخوان هذا نهار يحلوه، عقلوا فاش قلتها لكم نهار يحلوه هذا غادي كلشي غادي تلقاه تتباع. غادي نجاوب لي واحد النمادي يجيب لنا الصحيح يا ربي تسمح لي منه، دوك الشماكات اللي قال جاو هرسوا هادشي كردور اللي ما عندهمش غير على بلادهم يعني عاد كي دايرين من بلاد الحيوان، داو هرسوا هادشي كالعود داو تيبيعو صافي ما كاينش داكشي فيه. ولكن ان شاء الله كنتمنى كون لقيت واحد من هادوك انا كنقول عليهم كنتمنى يديروا مثلا شي سيكيريتي هنايا، هذيك السيكيريتي اللي غادي يكون هنايا غادي يكون تيتخلص من هادوك الناس اللي كيدخلوا يتريني مثلا 10 دراهم ولا 20 درهم غادي يكون يعني فهمتي ما كيخلي حتى شي واحد هنايا يقدر يهرس شي حاجه ولا يخلي شي واحد يقدر يدير شي بلانه ماشي هو هذا. الصراحه هادشي تيضر في الخاطر وحق الله، شوف غير على سبيل المثال تركيا ولا بزاف ديال الدول الاخرين كتلقى دايرين بحال هاد اللعيبات كتلقاهم نقيين نقيين، علاش الناس اللي كيجيو تريني والناس اللي ديال البلاد تيحافظوا على داكشي تيحافظوا عليه اكثر من تيحافظوا على لا ديورهم ولا شي حاجه، اي حاجه سياحيه تلقاهم تيحافظوا عليها. حنا عندنا لا عندنا شي حاجه سياحيه ولا شي حاجه زوينه مثلا قادت الدوله علينا حنا باش نكون تريني فيها نحافظوا عليها، حنا يلاه وما يلاه ما تقادت لينا ديك الحاجه علاش حنا نمشيو نخسروها. بحال مثلا انت كطلب باك ولا كطلب امك على شي شريك مثل واحد التليفون، شوف شحال انت كطلب شريك التليفون، داك التليفون يلاه ما تاخذو انت مثلا كتمشي كتهرسو، علاش تهرستي علاش؟ بحال هكا هذا تما بحال هكا الناس تطالب تيرانات تطالب ملاعب بحال هكا وفيني هادي متسركالو بحال الفضاء بحال هذا كيجي وحدين اخرين لا علاقة لهم بالحياة تيجيو تيهرسو ليك هادشي هذا وانت يلا يلا وما دير هادشي علاش تجي تهرسو؟ مش عارف بنادم ما عندوش العقل، هاد العقل هذا ما كاينش بلاصتو حشومة كاع احسن بنادم واحد الحاجه تقدات تقدات علينا الدوله خصنا نحافظوا عليها، علاش حنا يلاه ما يلاه ما شدينا هذيك الحاجه شحال طلبنا عليها وشحال بكينا عليها يلاه ما شدينا هذيك فاش تصاوب لينا هذيك الحاجه خصنا نحافظوا عليها، والا تهرست شي حاجه حنا غادي نقادوها حنا نتكلفوا بها ما غاديش نبقاو تنخسروا ونبقاو تنهرسوا ونبقاو تندقدقوا، علاش غندقدقوا علاش هذيك الحجره ديالنا حنا راه ماشي ديال شي واحد اخر راه ديالنا حنا غدا عليك فابور غير باش تلعب وباش تنشط وباش تودوا واحد شويه الوقت ديالك. سو الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو بزاف بزاف باش نوصل الماكسيموم ديال الناس وكل شيء يولي يهضر على هذا البلان هذا، واللي شاف شي حاجه يغيرها راه على ما غيرناش حنايا راه ما كاينش اللي غادي يغير.